من مشاهدينا مستمرين معكم ومع مبادرة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وهو مشروع مدرسة المستشفى، وذلك للأطفال المصابين بمرض السرطان الذين حرموا من الالتحاق بالمقاعد الدراسية لسوء حالتهم الصحية. هذه المبادرة أطلقتها جمعية أبي أتعلم التي تقع تحت مظلة جمعية صندوق إعانة المرضى، والتي أتاحت للأطفال الفرصة لاستكمال تعليمهم داخل المستشفى. أتعلم رغم ضعفي وألمي، عنوان لقصة أبطالها أطفال قرروا مجابهة الألم بالقلم. هي معركة يخوضها الطفل وأهله، يقف بجانبهم مجموعة من المتبرعين، ورسمت خطة النصر فيها جمعية أبي أتعلم. أنا باجي 3 أيام بالأسبوع تقريبا، وباجي بتعلم وتعلم أشياء كتير حلوة وبتفيدني في الدراسة. وإذا ما أجيت هون بستخدم الآيباد على طريق التواصل مع المدرسين. أنا بنتي اسمها فرح، مريضة بالليوكيميا في البنك الوطني، بتتعالج والحمد لله. هي بتكمل دراستها الدراسي لجمعية أبي أتعلم اللي في البنك الوطني. وصراحة وايد حبيت المشروع، إن يدرس هني ويبلش دراسة ويرجع ذاكرته في الدراسة ويستمر. أجساد صغيرة حرمهم المرض من الجلوس على مقاعد المدرسة، فجاءتهم المقاعد إلى المستشفى في مستشفى البنك الوطني. عندنا الفصل الدراسي طبعا ما هو الصف الدراسي المعتاد، هو أغلبه اللي نسميه 1-to-1، الطفل والمدرس يكون الدرس مركز، وارتأينا أنه الأفضل أن يتم التركيز في بداية هذه المدرسة على المواد الرئيسية. 120 حالة جديدة سنوياً تصاب بمرض السرطان من الأطفال، و400 ملف نشط من الأطفال تحت المتابعة والعلاج. جراء العلاج والمتابعة انحرم الأطفال من أبسط حقوقهم وهو حق التعليم. هذا الحرمان كان له تأثير سلبي على علاجهم ونفسيتهم. كون الطفل يكون محروم المدرسة، لاحظنا أن في انعكاسات سلبية على العلاج. فغير أن الطفل يكون مصاب بالاكتئاب، بعضهم حتى العلاج ما يكون منتظم فيه. المعلمون في هذه المدرسة يتمتعون بخبرات في التعامل مع المرضى، كما أن المشروع وفر لهم بيئة إيجابية مليئة بالإبداع والتميز. المدرسة مجهزة جميع مستلزمات التدريس، اللي هي استخدام الآيبادات للتعلم عن بعد والشاشة الذكية. في بعض الأحيان أو في بعض المواد يحتاجون لعرض فيديو للتجربة. يسعى القائمون على هذا المشروع إلى تأسيس جمعية نفع عام مستقلة معنية بتعليم الطلبة من الأطفال المصابين بأمراض السرطان والأمراض المزمنة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.